السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم. معكم ديال اوتو كوني سمير. اخوان، بالنسبه اليوم بغيت نوريكم واحد لابليكاسيون على حساب لي باتري ديال السيارات. تقدر تعرفوا اش من باتري اللي كتهز السياره، اش من امبيراج اللي كتهز، واش كتهز باتري ديال ستار ستوب ولا. المهم، ناحيه ديال هاد لابليكاسيون كاينه في بلاي ستور. ديروا غير بلاي ستور، ديروا بارتا في بلاي ستور، غادي يعطيكم هاد لابليكاسيون. لابليكاسيون ديال باتري بارتا. المهم، ناحية انما باش تعرفوا فيه بزاف ديال الخاصيات، هنا غادي نحتاجوا غير الخاصيه روجر بواتير. غادي هنا كنختاروا الموديل ديال السياره اللي عندنا حنايا، مثلا نديروا 2009 مثلا، مش شي حاجه قديمه. اختاروا مرسيدس ولا. المهم، هنا جميع السيارات اوروبيه ولا اسيويه ولا المهم جميع السيارات اللي كاينين هنا. نختاروا مرسيدس، نختاروا المهم اللي معروفة هنا، نديرو دوسون كات. هنا كاتيك لي سيري ديال سميتو السيارات. مثلا كاين اللي عنده 220، عنده 250، 220. هذا موتور، هذا سيري ديال الموتور، هذا 350. المهم، حنا نديرو مثلا هاد السيري 902. اهو كيقول لك هنا اش من الباتريات اللي كيهز، فهمتي؟ كيقول لك باتري ديال ستاندا ديال ستار ستوب، هي النمره النيميرو اللي كيتهز 12 فولت 8 امبير 800 ا. في الباتري الصغيره ديالو كيدي 12 13 امبير 200 ا. المهم، هي الريفيرونس هاد الاخوه. كيقول لك باتري ستاندار، ها هما الباتريات ستاندار، هاد الجوج هاد الباتريات ستاندار عادي. المهم، باتري ديال ستار ستوب هادي الريفيرونس ديالها، باتري ستاندار ها الريفيرونس ديالها. المهم، فيه دي بعض الخاصيات. حنا نشوفو اش من خاصيات مازال انا مشفتش هاد الخاصيات. نديرو مثلا 2010، نختارو الفولكسفاجن. فولكسفاجن بحال الاخوان. المهم، كيعطينا غير سميتو بحال وكيعطيك كتر ريبلاسمون فين كاينه، ريبلاسمون فين كاينه في ديك السياره. مثلا بحال نديرو المرسيدس. المرسيدس كيجيب القدام واللور في لامار. نديرو 2012، بروغرام مزيان يا اخوان. كاين الناس اللي عارفين، كاين الناس اللي ما مازال، كاين الناس اللي عارفين، كاين الناس مازال ما عارفينش هذا البروغرام. نديرو 220 هناك. هاو كيقول لك الريبلاس موديل الباتري فين كاينه في المرسيدس. المهم، مزيان. هي مزيانة صراحة. البروغرام واعر كاع بخير، الإنسان كيستافد شي بعض المعلومات منه. داكشي اللي كاين يا إخوان، وتبارك الله عليكم. تحياتي مع ديال أوتوكوين سمير، والسلام عليكم.